اول شيء تعرف ليش في ليش عدد التقنيين المتقدمين من الغرب مين هم؟ بدرس شيء تقني تقني بحت في نوع ما بس ليش؟ طيب رح يصير نحكي اليوم على جيت هاب. جيت هاب منصة بنقول ان هي يعني الشائع عنها ان هي تقنية لمشاريع الكود، ولكن هلا رح نعرف اكثر واكثر ليش هي بتساعد، ليش صارت عملت اثار كبيره كثير، هلا صارت محط اهتمام ناس تقنيين وناس غير تقنيين، وحتى صارت محط اهتمام حكومات كتنفيذيه يعني. استخدموها الحكومات لكثير اغراض قد ما ممكن تتخيل انه تستخدم منصه لشرح الكود لاشياء مثل مثلا تسجيل طرق طبعا مدورات مدينه معينه تمام كل هذا رح نشوفه بس السؤال مين تعرف جيت هاب او سمعان فيه او هاي عمل شوي قبل هلا تمام مين تعرف جيت بس طيب هي كان اول شيء خليني بس احكي لك على السريع شو هذا جيت هاب شو هذا جيت تمام هلا جاي تعريف بس مشان شوي تصير بالشغل جيت هاب هو موقع تحديدا نقول موقع منصة على الويب لتشارك مشاريع برمجة انا عندي مشروع حطه عليه تمام بهدف انه يشوفوا ناس ثانيين ويقدروا يشاركوا فيه بطريقة مكتوبة أي شخص بيقدر يطلب مني هواية بيعدل تمام؟ ويصير أنا فينا نقول إنه عم بكتب الكود أنا والناس اللي بتكلم حتى ممكن أستخدمه أنا على طرق ضيق أنا ورفقاتي مثلا حط مشروع بنشتغل بضلوا أون لاين بنسوي أون لاين بنشتغل فيه كل واحد من بيته طيب مين شايف المشاريع البرمجية بهلا؟ أي مشروع؟ طيب في حدا بدنا يطلع يحكي لنا بس شلون أداء عملية دمج الكود بيطلع من العالم أعضاء الفريق وضعه بعدين محل واحد ليطلع يمكن أفكار أو يشتغل ويشوف الكستمر ويشوف النهاية ويشوف التحكيم ولا يشوف الكستمر كم مرة مين يطلع يحكي لنا هو شوي اندكسي يعني كان في حدا بيمشي بمدرسة القاهرة بخلص مع شخص أنا أجي مشروع طبعا قعدت أيام حتى بدرس كنا ما وصلنا لدرجة الأبحاث كان في رابط بالعمل أول يوم هيك في رابط بالعمل مع المشروع فضلنا إنه بس كان نحاول بكل بساطة طريقة تقليدية ممكن تخطر على بال أي حدا بشكل تقليدي إنه خلص أنا رح أحاول أسمي بروجرام لأجزاء تمام كل جزء بيكتبه شخص معين خلص بعدين بجيب الأجزاء هاي بركبها نظريا بيرفكت عمليا مقصود هلا إذا كنت بتديرها ماشي مثل نموذج الوتر فول طبعا أنا بقسم كل الشغل لشخص بس وكله عامل انه هلا الشغل اما بلش مفروض ممكن نظريا تضبط معك انه خلص انه انت بتقول لهذا الشخص اشتغل على طريق انترفيس معينه وهذا طريق انترفيس معين بيشتغل بيكون مع بعض اوكي بس فعليا دائما اثناء مشاريع احنا بنضل نطلع بالاهداف الجديده مو دائما بتكون على درايه كافيه بالبيئه اللي عم نشتغل فيها او عن مشروع او عن متطلبات المشروع يكون في نقص عندنا بنضل نداركه تمام قد يختلف كثير شغل بتاعنا احيانا يكون شغل مالها ما مضبوط شو انت بتفكر كان لازم يحققها او اشياء مثل هيك بالاضافه لهيك هي اشياء يعني كان تكون ثانويه انه في الحل ممكن انت مثلا هلا هيك نظريا مشاكل كامل انا عم اشتغل على مثل ما حكينا مثل ما قلت لك ام بي سي انا اصلا عندي
المشروع تبعي اصلا بيفرض شكل علاقه وتعامل مع المعطيات، يعني المعطيات شكل التحكم من التحكم بالنص شكل التعامل مع المستخدم، شو تعرضه وشو تاخذ منه. تمام؟ طيب هذا الشخص تبع اللي بيعرض الواجب بيسوي واجب شو بده يجرب؟ ما حدا يجرب عملية سبمشن شغاله مو شغاله. في ادوات تيستينج بس صراحه الحقيقه غير ما حدا يشتري ادوات مجربه غير شيء تماما. نفس الشيء لما تطلع الموديل شلون بيعرف من فعلا العدد تبعه ظبطه على كم كبير نوعا ما؟ صعب كل شيء اللي بنعمله تيستينج. شفت على ما حدا ياخذ فيدباك على الشغله بشكل مستمر. طيب شو الحل؟ يعني بنرفع على دروب بوكس، بنرفع على ميديا فاير، بنمسك بنشرب ايه ونشيل ونحط. في عالم شو بتعمل هيك؟ تمام؟ وين مشكلة بتصير؟ ان كان اي كان الطرق، بالاخير بنجي للموضوع. مثل ما خبرتنا حيصير في مشاكل ديب كثير كثير كثير. انا معي كود، هو معه كود. وبدنا هلا معنا يومين، انا بفكر انك بفكر كيف. بدنا هذا الكود مع هذا الكود يشتغلوا مع بعض هيك لحالهم بثلاث اعداد وخلص بيقدروا المهمة المطلوبة منهم. هي استحالة تكون الا اذا كان في شيء بنقول لك طيب تيسير انه تطير. لانه بالنهاية انت كاتب اللحاق وهذا كاتب اللحاق. هذا غير اذا كان في شغل بنقاط مشتركة. انما افترضنا افتراض نظري نوعا ما وحققوا قررنا مشروع من نوع معين انه هو فيه فصل. بس كيف في احيانا بيكون في اجزاء مشتركة في اجزاء تضيف عليها. حتى لو كان ام بي سي كان بي سي في منها نهايه ريكارد كونفيجريشن بتضيف عليها كلمه ريكارد كونفيجريشن بتضيف عليها شغله كبيره. بس خلص نام اتفق على الاقل خمسه ملفات فيها تعديلات مختلفه من شخصين مختلفين. يلا جيب الملفات وركبها مع خطر خطر من هون جيب هذا لها هذا لها مأساة. اغلب الشباب مش هلا بكونوا شايفين هذا المشهد تبع اسم مشروع مجلد ثاني اسم مشروع تبع لا دوت اسمه مثلا مجلد فقط والله كنا عم نعطي تعليق عم نحكي اخر فقره مجلد ثاني هذا المجلد المشروع الاساسي بس كانه هذا مجلد داش وذاك داش مدري ليش كنت عامله اوكي هي نسخه بس كنترول سي كنترول بي كنترول دي كي هي نسخه بلاش عامله انا كنترول بي هي نسخه لي بس ما عرفت شو عندها نسخه تمام وهذا كثير احيانا بنتخذ قرارات بعتبرها قرارات مصيريه ديفلوبمنت انه انا عم طور هدف التطبيق تبعي هذا البرنامج بدي اضيف ميزه او شيء ميزه بشكل جذري تمام ما كان في حدا اخذ نسخه قديمه واذا ضفت هيك ميزه بضل ميزه نفسهم على القديم نزل على الشيء ارجع اشوف كل شيء وطلع كل شيء يا ريتني لو وقت فكرت اكتشفت كان احسن مني طيب فرح يصير عندنا انه تشتت بالكود. الكود كله ما موجود بمكان واحد. واي شخص منا ما معه كود كامل بيقدر يشوفه ويجربه وبالتالي ما حد في بالبوي وبالتالي حيطلع الاجواء حيطلع الابلكيشن اسوء مما لو كان كل شخص شافه بشكل كامل بيقدر يجربه بالفانكشناليتي يكون كامل. شيء ثاني كمان انه ما حدا بيقدر يعرف اشخاص ثانيين قديش كيف مشتغل عم يشتغلوا شو مجرد عم يتعرفوا ولا ولا لينا ما هي صعبة عني خلاص انه هلا انا عليه هيك شغله خلصها بس يخلص لك شغله يشتغل فيها يكون يعني احنا بس لما في الدراسه تكون ضعيفه شوي قد يكون شغله كثير كبيره وثاني شغله كثير صغيره ما يبين هون والله ذاك يعني بستخدم الاسبوعين تبع هارد وورك بكود ساعه من النهار الثانيه مش بكود ليل النهار عم يلحق طيب شيلوا هي بدي واحد حاط مشروع بي مثلا فجاه فتح بي هيك عم له القرص يحتاج تهيئة قبل استخدامه ممتاز روعة يعني شو راح مشروع تمام هو خلص بلاها صار لك كله واحد على كود اسمه شهرين ثلاثة وبعدين راح ملف ما في هو بالنهاية مو غلط ضاع تلاقيه راح لا راح قد ما كنت شاغل قبل هلا راح لذلك تعال نفكر كيف نكون ذات الصعب. عشان نريح من كل وجع، هذا الشيء مو جديد، لان احنا مشكلتنا بكلياتنا حتى ب اي كان ما حتى العلاقه بالاي دي ما بيقدر
او اي نوع. صح ركز انه انت شلون رح تدير الكود تبعك عم تكتبه، شلون رح تخزنه بطريقه جيده، شلون رح تشارك مع بعض بطريقه جيده مشان رح تصير فوق الكلام شوي نحن ما حدا بيركز عليها، هو موجود من زمان ولكن نحن شوي متاخرين نحن نعرف. تمام؟ بشكل عام اغلب الديجيتال كنترول سيستمز هن بخلوا كل واحد يوصل لتعداد كذا. انت هلا بدك تجيب نسخه تبع اخر شيء بقطعك كهربائيه مباشره تخسر عليها نسخه منتهيه، عارفين الشغل اللي فيها، متاكدين الكل انه هو شغال، حاطينه بناء على انه هن جرب اشتغل ورفع. تمام؟ انا رفعت شيء وفيني رفع شيء، اذا فينا ثلاث اسماء هن الاثنين جربهم شغالين، هذيك الكود تبعه بقدر ارفع نهاية هذا الشغل هذا كله موجود سوا. واهم شيء انا بحب الكود تبعي موجود في النهايه، انا خلص بقدر على كود على موقع اونلاين. موجود على موقع اونلاين. هلا مو بكون موجود على موقع اونلاين خلص ان شاء الله الجهاز تبعي كله اخترق فجأة. تمام؟ بلش من جديد فقط. برجع بجيب الكود موجود اونلاين، بنزله عندي، خلص السير. طيب جيت بالزر شو بيختلف عن غيره؟ هلا جيت كنظام اداره القرار، يعني نظام اداره التغييرات الملفات تبع الكود تبعنا بيختلف عن غيره الموزع. يعني ما بيعتمد على مبدا انه انا في عندي خلص سيرفر هذا اللي واقف اونلاين مثلا وانا عم اسحب الكود منه ترفع الكود عليه، لا لا، كل شخص موجودين، كل مبرمج، كل شخص مشارك معه نسخة كاملة من الكود وقادر انه يستقبل او يرسل كود من اي حدا. تمام؟ من كل بوش من اي حدا. تمام؟ وبالتالي هو قادر انه يلعب بالسيرفر انت عم بتقول. والسيرفر هون بيكون بحالنا هو الجيت هاب المصري زي كان هو مرتبط باي شخص. بس الفرق انه هو اللي بياخذ كل العالم انك بيحق لك تكتب ولا لا، وانه هو موجود اونلاين بشكل كيف تسحب منه. انما هو تقنيا كل العالم مثل بعض. تمام؟ هذا الشيء يسمح كثير لاشياء مرنه، انه انا ممكن اعمل علاقات معقده. انا مثلا صرت انا احنا شركه في عدد اقسام. بصير انا في عندي هنا مستودع للكود، الكنترول هذا بحكي فيه مستودع كود ريبوستري. تمام؟ موجود بكل قسم. في العالم اللي بتكتب هذا القسم مثلا، قسم مثلا تطوير مثل انترفيس. تمام؟ بعد واجهات قسم ثاني ثالث ثالث في اقسام كثير مثلا زي الشركه. فممكن كل قسم يكون عنده هو ريبوستري يرفع عليها ويكون مسؤوليه رئيس القسم هذا انه يتاكد من سلامه الكود الموجود فيه. تمام؟ وبعدين فقط رؤساء الاقسام بحقهم يرفعوا على الريبوستري الاساسيه. هلا انا اساسا ما في كلاينت، ما في كلاينت وسيرفر، خلص كلهم بالنهايه مثل بعض فيرز. خلص فيني بوزعهم في زر الزياده حط فوق خلص. هذا سيرفر هذا سيرفر بس كل فتره مع بعض لانهم فيرز عادي. ما في اشكال. حتى بامكاني اسمه من دون انترنت اساسا. انا بامكاني انزل كيس عندي على الحاسب. على الحاسب. بلش خليني اعمل لي اداره للكود تبعي المشروع تبعي من دون ما يكون في انترنت. خلص دور الحفظ. هيستوري انت غيرت كذا انت غيرت كذا انت غيرت كذا. تمام؟ خلص انا موجود عندي ما رح حمايه يكون بالنهايه ما ركعوا على السيرفر بس انا المهم في عندي اداره ممكن اذا كانت على شبكه مثلا شبكه محليه ارفع واستقبل من الملكيه اللي عاجبني مثلا او بالفلاشه حتى جيب الفلاشه حطها نفس تعليمات اسحب الكود من الفلاشه بصير دمج الملكيه خلص ما في مشكله. الموضوع مو خاطر على الكود كلاينت سيرفر كلاينت. طبعا يلي عمل هذا اختراع عظيم هو صاحبنا نفسه لينوس جوبرس اللي عمل لينوكس نفسه. فانا عمله حسب ما اذكر قراءات انه ما ممكن يحمل نواه لينوكس. في ناس ما هو سهل الاستخدام. هلا بالنسبه لغيره ممكن كثير اشياء هيك تشرح فيه البداحه الخاصه بشكل طبيعي هيك بتصير هيك بس درجات بسيطه استخدام بسيط ما فيه صعوبة التعامل، بيخليك انه بدك دورة تدريبية وتحليلية لتتعلم على قد كمان كثير مشروعات، بطل هو لا اسهل ابسط شوي من باقي الفيرجن كنترول سيستمز. شوفوا هلا هون الشغله الحلوه انا بحكي انا مدون عن جواب من الانترنت. تمام؟ الموقع اسمه واي 8
بدل ران اكس مثلا اي شيء ثاني تمام؟ هننتقل احد الميزات اللي فيه هو دعم جيت هاب. انه جيت هاب استخدم جيت فقالت ميزه جيت حد ذاتها مثل ما جيت هاب لها اثر كبير. فانت يعني تكون احنا كنا مثلا انه اللي قاعد انجليزي تطلع على اي بلد بيحكي بيفهم عليك. اللي قاعد جيت كمان اي شخص ثاني حيفهم عليك لانه المنصه على المواقع المسيطره هي جيت هاب اللي بتدعم جيت. انا مثلا الاس دي ان بالمقابل كيف كيف يعني كل شيء تراجع دورها مثلا بس هي بس بشوف كل سنتين يعني مثلا قديم كان على فول ستورج ليس على فول ستورج طبعا فول ستورج بيكون شخص سمعتي بيكون محاربين القدامى اللي من زمان بيشتغلوا كود بيكونوا بيشوفوا مشاريع في مصر اما الاشخاص اللي بتبني اعتقد كلياتنا شايفين فول ستورج بكل بدون استثناء إذا فجأة طلعت هذيك اللوحة فيها تي اي وفوربيدن ورقم مرة ثانية تعملوها. فأنت برنامج بروكسي أو برنامج أي شيء هيك. برنامج فري يكون. مش الفايل فيلا تبع الاكتيفيتي. فايل فيلا بس أكثر كمان شوي مرة يكون برمجين يعني مثلا. برامج بروكسي غير ما تكون فيها هيك. موقع فجأة بيقلع بيقول لك ما بصير تعمل داونلود. وأعطي ما بتقدر برامج دولود كلها فري. تمام بيقول لك إنه ممنوع الدورة تبعك. هذا السوبر فور اللي كان قبل جيت فاكر. فعليا انا بدي يكون هو ما حدا معه مصطلحات جيت هاب الحركه اللي عليه ما كانت الحركه الا كلها اللي على جيت هاب. طيب طبعا هذا هو كمان صار ضد العالم برمجيا على لينوكس حتى لو طبعا كثير على لينوكس هو اكبر راعي لينوكس على جيت عليه روبي اوريلز نفس بناء تطبيقات الويب المشهوره عليه نوت جي اس احدث يعني هو الترند بالويب ديفلوبمنت حاليا عليه بدون هذا في بيعطي ما مشكله يعني تمام كمان بنفس تطوير تطبيقات او احنا فريم ورك بتطلع تطوير تطبيقات الويب بتستخدم بي اتش بي وفي اشياء بتكون تسمع يعني يمكن حتى الدروبا الموجود وفي اتش بي دي موجود كل مشاريع او احنا اغلب المشاريع الضخمه كبيرة موجوده على جيت هاب. طيب هلا هون بس شرح شلون كان شوي يموت يعني خلص عادي كان هذا بي سي هذا بي سي هذا بي سي هذا بي سي هذا سيرفر لو احنا عالم شغل مبرمجين ماشيين مثلا احد المستودعات على السيرفر على جيت هاب نفسه وذاك كمان نفس الشيء كمان على جيت هاب او شيء ثاني غير جيت هاب اي واحد ممكن يتواصل مع اي مستودع ممكن يتواصل مع اي مستودع عادي نفس الطريقه انه هو حسب الموزع ما في حدا كان يقول على راس الريشة اللي جاي ما في طردوش في الموضوع خلاص الكل بالنهاية عندها لبعض بتحاول تستخدم كود من بعض طالما انت سامحين لبعض. طيب اما جيت هاب هلا اول شغله كان عندنا تشيك بوينت بس نتاكد جيت توصل ما عادش تاخد عيني على الطريق اللي شو بدي معلش معلش هل الموضوع احنا شو هو جيت؟ لا مو كثير بس فقط انه هو او خلينا نسال سؤال جيت هو نظام اداره الاصدارات ولا موقع انترنت؟ نظام موقع انترنت لا نظام الاصدارات بس تمام هلا هيك هيك بدنا نركز عليها تمام جيت هو تول تمام او بس هو زمان على طول بزع صعب هو سيستم صراحه تمام هو نظام شغل انه انت تعطيه ملفاتك يخزن لك عنها معلومات بحيث انه يدير لك اياها انه تغير عليها شيء غير عليها شيء عشان ترجع لورا ثابته تمام جيت هاب اللي عندك عليها هلا موقع ده تمام بلغه اللغه اللي مو بسيطه بنسميه منصه تمام منصه على الويب تبدا جيت تدفع عليها مشروعك بحيث انت بدك تسحب تعديلات منه ترفع تعديلات عليه. المهم اي واحد بقول لك طبعا كان ليش انت شغال هذا تقول موزع وموزع والاخير بياخذ لك سيرفر بدك تسحب الملف من سيرفر واحد من موقع واحد تبعت عليه. مش احنا بالنهايه محتاجين لموقع او بالاحرى لجيت اي شيء عليه جيت طول الوقت موجود اونلاين. في اكل لما تجي تمشي بتاع الشركة اللي هو فيها بتفكر حاطه ايه؟ ده دائما مثلا تمام؟ هو هي
هيكون الجيت لوك هيخصص لك مسافه عملت فيها انت المشروع ده. تمام؟ وبنهايه انت هنا بتدرس تاني الجيت طريقه انت بتجيت هاب ولكن انت كان عندك الجيت هاب هو بيسال لك المصدر الرئيسي. بالاضافه الى شكر بالاضافه الى انه على سبيل المثال هي العملية اللي بيعملها عندي جيت هاب انا من دغري بشوف جيت هاب بقول له خلي فلان وفلان 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 اللي بيعملها تمام؟ بينما بالنهاية اللي بشتغل على جيت بيسحب من ايدي كل شيء ما في شيء اوتوماتيك النهاية جيت هاب جيت هاب بيعملها طيب شو الشيء نوعا ما خلينا نقول اللي هلا جيت هاب يفرق على غيره هلا هو جيت هاب ما جاي اول شهر الثانية بديش في اكثر من اشياء ثانيه جيت قديمه جيت هاب اعتقد 2008 وجيت 2005 ما هو اول شغله في الجيت ولا هو اساسا اول فيرجن من الكور سيستم تمام الجيت نفسه هو اول فيرجن هو اول فيرجن من الكور سيستم ولا جيت هاب هو اول شيء في الجيت يتميز في جيت هاب انه نوعا ما عليها شبكه اجتماعيه وده معنى الموقع التقليدي تمام يعني تخيل لما قاعد في يوم الفيسبوك لما طلع كلام لما تحدث كلام صورته الشخصيه تمام؟ طلع كلام رفع كود تمام؟ حتى يسمى حتى تحديث الواجهه الرئيسيه مثلا على مسودة على كود الفلان تمام؟ كان مسودة عليه بتقول له ليش هيك كاتب؟ كان مضاد كان مصدر مضاد كان في بيرفورمانس ايشيو هون ما هيك؟ ولا هون طلع الشكل لما عدل طلع مكتوب هذا الشكل هذا الشكل المكتوب بالذات في مشكله تمام؟ كومنتس في تعمل له فولو في تويتر مثلا خلص هاي فولو لواحد من بعد دائما انت بيرفع كود على مثل على كود تبعك تمام مثلا ما تكتبش كود تويت لما انت بترفع كود كثير تويت اللي بيتعاملوا مع جيت كثير بعدين بصير الواحد بيحب يكتب كود كمان انا كان يقول لا كان اسمها مؤقتا من تويت جديده بس في الكود اما كومنت فيها تمام في بيشتغل اي شيء كمان يرفع شيء جديد يرفع شيء جديد ومثل ما قلنا المشاريع هي كلها موجوده على هنا في اس وبرضه على ميت اس بالنسبه طيب غير هيك صراحة هذا الشيء غير متوقع انه في بعض البلاد كتبت الدستور تبعها على جيت هاب يعني شو دخل هذا كود؟ هذا الدستور يعني مو تكست والتكست متى قلت الكود بنقدر نعمل له بلاد تمام؟ اعتقد انا شفت اكثر اكثر من بلد بلد اكثر شغله شفتها شفت المانيا تمام؟ عاملين هنا ساو تيست تقريبا كيف تفاعلوا في ساو تيست تابعين دستور عم جد انه تخيلوا هذا الدستور مثلا يكون مرفوع على جيت هاب لما واحد ما تابعته مادة معينة حس في مشكلة قعد يسحب نعمل نسخة عنده قعد على الدستور شوي ورجع يطلب انه كنا هيك منيح عم يجي العالم عمل فوتنج انه والله هذا قد ايش دستور طلع عليه فوتنج فوتنج جسمي مو دستور كله فرد شقفه منيح ولا منيح لا ما قلت هي ما تقدر عم بقول لك هذا الكترونيه انا بقول لك هي ما تقدر عجبتك ولا ما عجبتك هذا التعديل اللي اقترحه فلان الفلاني عجبك ولا ما عجبك تمام هون كثير حيعمل تجربه بسموها استخدمت تجربه ديمقراطيه الكترونيه لانه بالنهايه احنا اثر هذا الشيء كله بيتيح الينا بيتيح لنا فقط بسبب وجود تكنولوجيا وان انت كان بدك تصير انت لا انت اكيد ما حتجيب العالم كله يا ترى بدك تجيبهم ورا تعالوا نناقش الدستور ما في مادي موافقين؟ لا موافقين؟ لا ايه لا استحالة الفكرة يعني على سبيل المثال مثلا هذا حصل في كان شجعوا استخدموا لها يحطوا فيها طرق تبعات الدراجات وين لازم تمشي. او يعني حاطين مرقات جيسون عادي مرقات جيسون بيع جيسون فيهم مرقات نصية في مكان الواحد يحط فيها قيمة وبعد قيمة ومفتاح وقيمة تمام مثل اكسل انت تمام مثل اكسل انت قريب من اكسل مثل اكسل اي مثل يامل مثل اي شارك سنتين مارك اب لانجوج في معلومات بدنا نقول مثلا طريق جديد فيه نقطة أولى النقطة الأولى
اكسات تبعت على الخريطه كذا وهي تبعت على الخريطه كذا. بينما انك قيم قيمه مفتاح وقيمه مفتاح وقيمه. تمام؟ فهون ساعتها العالم كانت تقترح ساعتها طرق جديده ما نفس الشيء حطوا حاول تعطي. هلا في ظاهره مو جديده يعني من بعد سنين مختار في الكتاب العالم بتكتب الكتاب نفسه على جيت هاب. يعني الكتاب مكتوب بطريقه معينه نصيه مو بي دي اف. يعني بيكتبوا هو اتش تي ام ال 5 تمام؟ او ممكن يكتبوا ملفات لاتكس. اسمع ملفات لاتكس صيغه موحده تفهم تشبه صيغه ملف دفتر مع ويندوز. عفوا برنامج دفتر تشبه برنامج دفتر مو نص بعض. برنامج اكثر حراره شوي من ويندوز بعض وورد بعض جواي واقل اكثر تكلفا شوي من الوورد. في شيء كبير بتحط بتغير الخط بتحط صوره بتحط كذا بيطلع احنا كيف بدك اياها ولكن اقل شوي من موضوع الوورد. تمام؟ وبالتالي مجموعه تبقى نصيه وبالتالي تكتبه بطريقه نصيه ضيفه على جيت هاب صار اي شخص بده يفوت يعدل على الكتاب تبعه. متخيلين حجم الاكسبيرينس اللي ممكن تكون تصير بين الكاتب وبين العالم تبعه؟ انا ما عجبني شيء معين ممكن احسن له اسلوبه على الاقل اكتر من اي فوق. هي كمان حكينا اي شيء تمام. وكلها تحكي هي هذا هي الشغله كثير رح تشوفوا هي الشغله فور مي اون جيت هاب. بالنهايه من النهايه معظم العالم ما حتكون تعرف جيت هاب. بتلاقي الموبايل تبعه بسيط بتعطيك المحتوى مثل ما كنتوا شايفين محتوى بعد كتاب. بس هون تشغيل بياخذ معك جيت هاب بيس عليه بتروح على جيت هاب بتعطيك الكافيه. طيب شو هي فور مي؟ جاي بس مبدئيا الفورد انا بجيب نسخه من الفورد تبعها باخذه بحطه عندي بعدل عليه بقول لك فورد عدلت لك عليه هبدا باقي لك. طيب هلا كان في سيارات بتعملها من قبل مشان فوت نظره عن كتب اكثر في جيت هاب بس لاحظت انه في شخص عامل سيارات احلى 100 مره فايت في ميزات جيت هاب وحده وحده نرجع انا حكاية عليها هلا بدك ترجع كمان بسجلتنا. تمام هو من هون بلش اسم الخدمه تبعي الصفه تبعتنا شو كيف صار البدايه انت؟ حط ملف مجلد هو المفروض على الكود تبعك. تمام؟ بتتوقع النتيجه الثانيه تبعك يطلع عندك هو النسخات واحد وفاينل 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 دائما بتكون في نسخه فاينل يعني بيجي فاينل بعد فاينل كمان سنه فاينل. تمام الطريقه الافضل هي على جيت هاب. هون عم نمسك تمام شو هذا كثير شغل على جيت هاب زي ما قلنا شخص هو كونتريبيوتر مشارك وهي نفس الجامعه حتكون هي اللي بتوزع الكود. تمام يعني هون حيكون في كود هون شخص بيكتب عنده كود رح يطلع او يستقبل اول شغله بدك تعملها شو هي؟ عندك مشروع موجود مسبقا تسحبه لعندك بسموه عمليه كلون. تمام؟ بتنسخ تنسخت الكود الموجود بتطلع تحت اسمك او عفوا بتطلع عندك على البي سي تبعك. تمام؟ بيجي من جيت هاب عبر شبكه الانترنت اللي عندك على الكمبيوتر بتخزن عندك بمجلد باسم المشروع خلص طلعت لك هلا الكود مطابق للي موجود على السيرفر. طيب بعدين عدل بعد ما اعتلت انا عمليه اسمها كوميت. عمليه كوميت بريجولر هيك بتنعاد كثير هلا. كوميت هي العمليه بسموها اصغر عمليه تعديل بتعملها انت يعني او بالاحرى اصغر تعديل زوم معك. لو انت مثلا ممكن تقول انك ممكن احد الاشياء انك نظفت الكود شفت مسافات زياده سميها كوميت فم كلينينج بنسميها مثلا او ضفت ميزه جديده غيرت لون زر غيرت كذا انا بتكتب شيء كلور اوف كذا. تمام فاعطينا قرارات كثير عن شو نسمي الكومنت تبعنا شو الافضل اشياء تحط من وحده او تشيلها من بعض. تمام بس المهم ببساطه هي بالنهايه تعديلها عشان ما يطلعوا على اسم ملف انه خلص هذا الملف تعدل لا تجمعهم كلهم مع بعض انه هذا الملف مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا على اسمه هاستر وهاستر 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 كله مع بعض اسمه تحديث ستارت. طيب العمليه الثانيه هي البوش انه انت بعد ما عدلت وعملت كومنت طلع زي شو صار؟
هون ما في عن شيء موزع. لما انا عدلت مثل كومنت ما في شيء صار سابق عندي على كمبيوتري انا تعتبر. لما انا عندي مستودع سيرفر عنده مستودع. المستودع اللي عندي تعتبر. عملية بوش بتعمل غير التعديلات اللي عندي. حط السيرفر. عملية التزامن بين جوجل. بس اتجاه واحد. تمام؟ بعد منها نقول هون السوشيال علاقة بالجيت هاب بالذات. انه انت بقى لو سالك على شافوك انك انت رفعت على هذا الريبوستري فيك تضيفهم تحت يرفعوا معك تمام؟ شارك الفور بالمشروع تمام؟ اما ساعتها كل واحد اخذ نسخة تبعه بعدها عليها بيرجع بس بيرجع بيتبادل مع السيرفر الاساسي تمام؟ فبالنهاية المصدر اللي حتروح قدامك معه هو السيرفر كلكم عم ترفعوا عليه كلكم عم تسحبوا منه عندنا بأن هذا الطريقة الوحيدة للاستخدام فيك فريم الطريقة بدك اياها. مش مثل ما كنتم شايفين هلا هون هن اثنين رفعوا. بردوا سحب منهم. تمام؟ هلا قاعد يقول لي يعني انا طريقة هذه الطريقة كمان لا ما كيف هي هن كل واحد مفروض على حاله. يورجع بالنهاية كمان سحب من عند هذا من عند هذا. تمام؟ يعني كل ما بيجي بحط سحب من عنده فطردنا من هنا اثنين يجوا لعنده منه وحطوا له فلاشات سحب منهم او على الطريق تمام بعد ما يسحبوا منهم من اثنين هنا يرجع يرفعوا على السيرفر صار السيرفر صار بعدين في تعديلات تعديلات بتقتل اثنين كمان تمام هلا بيرجع السيرفر بترجع تكون فيهم مضبوط بحكي عن ديك تقنية بشكل عام تنافسوا الآلية بشكل عام شو عم يصير بنسب بعثت عندي بعد كومنت بيرفع بدون شو الوضع بصير لهلا عملية نفس الوضع رح تصير جلوبال بدنا نقوم بنهاية اونلاين كلهم الكل كل حدا بيقدر يسحب يرسل هلا بدي ما بحكي لكم تفاصيل فقبل الان جيت هاب بيطرح على ويندوز وعلى ماك ابلكيشن كنت نسوي سهل عليكم شغل كثير تمام بس يا جماعه اللي بتعود على جيت بيتضايق منه الجديد بيستفيد منه هلا هون مثلا مثال تخيل هون كان هذا انشر ريبوزيتوري اسمه كيدن تمام بقول لك اليوم كان ما اعرف كم دولار بس السير تمام وفتح حط مطلع جديد سمى تمام وفتح صوت من غير تروح جوا بخطوة واحدة هو مثلا هلا هو هون اللي شايفينه بالغ هو شخص والناس بيضايقهم عنده فشايف كيف كل واحد شو عنده مستودع هون تحط كل بايثون ريفر جيتو والشانلز فكل واحد الثاني تبعه شو فيها مستودع او شو فيها فيديوهات مثل اذا قررنا على اليوتيوب تمام في اي لحظه غير تعمل لاي واحد من رفقاتك او تطلب مثلا رفقاتك فور تسحب تاخذ نسخه لا شو حد يروح ترفع هلا انا هون مثال كمان مثل ما شايفين زي ما شايف باخذ صور انا شو غير بلدين راح سمعنا هذا المي الكومنت الاولى سمعنا ايش الكومنت تمام هي خلينا نقول اول شغله عملتها مع بعض تقدر تاخذ ملفات تحت المسمى نفس الشيء ممكن انا غير بوش على الجيت هاب وهون صار في عدو اول كومنت انت تبعه هو عباره عن خطوه واحده فقط قبل الاولى رجع على ثاني رجع قانون واحد ثاني ثلاث اربع خمسه هكذا هذا جيت هاب كواجهه هون بي معكم شلون هو سوشيال هون يوز بي مثل يوز بي تبع فيسبوك تمام مثل ما شايفين مثلا حركتين
plan this new app, purple matter, start repository for an email, start here, and cover it with Twitter, kind of like this, not as the end, you basically, come on. Plan, هذا خبر حلو مثلا، plan open source المصدر الفلاني كانت مسكرة عمل عملها open source العام هذا مثلا خبر بيطلع بالحين مثلا في سأل أشياء أضافهم من هيك إنه فلان رفع فوق رفع القيمة الفلانية وهي الفلانية مثلا هذا بس دوم إجنوري إنه كنت تقدر أي شيء بوكا فوق مراكز أجلها ثمانية هاي يوزر بيج دي جيت هاب كمان نوعها تفتح يوزر بيج دي اي شيء سوشيال من النهاية بتقول لك حط بروفايل فوتو بقول لك انت بينك وبين بعضك بقول لك اسم بقول لك يوزر نيم بقول لك وجود خلاص هيك بعض البرمجيين ما عندهم اسم انا يوزر نيم بس هيك العالم تبعه تمام يوزر نيم ما في بس اكاونت بقول لك هون بدون فري اكتر شوي بيو تبعك انت عمرك سألت لو يمكن تستخدمها حتى انت لتكون توظيف يعني انت متقدم السي في تبعك اي منهم مش ناسك بيطلع شوفوا هنا انت عندك كذا ريبوزيتوري مشارك بكذا مشروع مختلف نشاطك كان كالتالي هذا نشاط هذا الكلام اللي عليها هذول الالوان نشاطك ليش كان نشاطك اليوم الثاني بتاع الثاني حتى بصير احيانا بيعرفوا انه انت بتكون بالعاده الصبح ولا بالليل تسهر ولا تسهر بين معهم انت شو الوقت بعد كم سرعة يقول لك والله انت شخص كان موقع حتى على تشرح هيك اليوم وبحسب تاعك لو تعرف يشرح عندك معلومات انه انت شخص طريقتك هيك انت تفاش هو بالليل لا انت شخص من جماعة الصبح اللي كله ساعة الصبح او او وقت تمام هيك شيء انا مش شايف فيهم مثلا انا هون الريبوزيتوري تبعته اللي شارك مشهورين معهم ممكن نشارك فيهم بشكل عام كده هو ده الفرق اللي حكينا عليه نفسه طبعا انا هون الدول تبع كل مشهور كل مشهور لازم اقول انا لك ويندوز نفس الشيء اوكي ما عندك بلان ليست كتير تبع ويندوز ما خلص ما يطلع احبابه في كتير تقدر تقول انه تعديل ملف اونلاين تمام على عكس برامج التكميم مواقع كانت قبل كانت مبتة جدا بهيك اشياء ما في تكميم يعني دوك تقدر تشوف ملف اونلاين كله بنهاية بدك اروح دوك عندك كيرنل واصحاب الكوب الاول بتكلم هذا تبع الاول طيب هاي فور اللي حكينا عن نفسه هلا كمان بدي اعرف سؤالين انا تمام كمان في موضوع تيمز انه انت بامكانك تجيب مستوى مكسيمس بس بدك تطلع اكثر من تيم وكل تيم له صلاحيات معينه هل بحق له يسحب بس هل بحق له مثلا يرفع على دولار معين وهكذا تمام شكرا من دولار بحق له مثلا بحق له غيره كل واحد شايفه قسم شغله معينه عنده خطة مجال معين طيب احنا سمعنا باك تراكرز هلا باك تراكر باك تراكر باك تراكر هلا كثير احيانا تكون شغال على شغله ترجع تطفي يقول لك سند ريبورت ولا ايجنور كيف صار معهم هيك معي؟ شو اللي بصير هو؟ هو رح يجيب معلومات تبعت ميموري اللي كانت عندك، شو كان اكثر شيء بميموري، شو كان مسجلات المعالج الاخير، ويجمعهم مع بعض ويرفع معهم معلومات معينه هيك تقدر انت وياه عليها، يكون في ستيتمنت معينه تمام؟ هي يرفعها لهنيك ويحسب انه يوصل للمطور انه صار في خطا جديد صار مع الجرم الفلاني بتفاصيل بعيده كذا، فنرفع تمام؟ في كثير كان منصات لدارة الموضوع هذا بتقدر تتابع انت مع مطور فلا تقول مشكله ولا تستوعب وهكذا هذا الشيء ممكن كمان تكون جيت هاب انت حتى لو معك مشكله بتروح كمان تحط نيو ايشو تشرح مشكلتك بتجي مطور بيرد عليك
تمام؟ بيقول لك حتى ما توصل للشرح المقاسات يفهم شو مشكلتك هو سبب لك اياها انت تحط له فيها انه هيك خلص السؤال انحل لك المشكله تمام؟ احيانا مثلا ممكن عم يحاولوا يطوروا قدر الامكان في صدمات او ممكن يكون ما كثير تاني هو المشاعر هو المشاعر يعني هو مثلا تفهموا ايش يقول على انها كويستشن انت عندك سؤال عن طريق استخدام حط لو انت ليبل كويستشن مثلا هون في هانسمنت لو انت ما بلغ عن مشكله بس برايك اذا عملوا من هيك بيكون احسن تمام؟ فوت معه نقاش احيانا مثلا نقاشات كثير حلوه لدرجه انه بيكونوا اثنين مطورين اساسا هذا الشيء كثير بيصير بفوت على مكتبه كامله وجاء لك يقطع روح لك خطا او بيصلح شيء او شايف شغله تحسن معه تبع المطور ممكن ينتهي الموضوع لانه يقول لك طب اعملها انت وقبلها منك هون صار في انتر اكشن بينك وبين المطور انت بتضغط على الكود تبعه بتكتب له الكونتريبيوترز تبعات المشروع تبعه هلا انت كثير بتستفيد انت بتكون مبرمج جديد تمام دخلت اكسبيرينس بيكتب بمشروع ضخم من قبل لك وصرت تقدر انا اشتغلت على المشروع ولو شوي انا بس الشكل تبعه مثلا مثال مثلا نافيجيشن مش شغال ما بتطلع ففي بس عليها مثلا ممكن تبقى هو يرد عليك لحد ما تلاقي حل المشكله ضمن الفريق نفسه في يقول انه هي مش هيك هلا هي خلص خسر له قلت له نافيجيشن عليه قلت له هو اللي بفضل يقدر يحلها مثل ما هلا مثال كان مثلا الناس تستخدم الكنترولر الناس بيشتغلوا على الراي الناس بيشتغلوا على الفيو ناس بيشتغلوا على الموديل وخلص انا بعرف مش لاقي علاقه بالفيو فلان تحلى تمام خلص مهمته هو يحلها بدراسه كذا بعدين ايش فيك تساوي؟ فيك تفهم وين صدر الايشو المشاكل كانت على انه من خطوات اساسيه انه مثلا انا بلاش مشروع هلا بقول اني عندي لازم اعمل شغلات ثانيه لازم اكتب الكود الفلاني واكتب اعمل الواجهه الفلانيه بشكل بسيط واعمل كذا وكذا 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 بطلع على من المشاكل تمام بس ليبل انه هن تو دو تمام بحطها كل الاشياء اسمها ماي ستون بدل ما تفكر بهذا اليوم دي بروجكت بار لحد ما توصل انت حالك انت خلصت مهمه تبعك كبيره الماي ستون مهمه مرحليه كبيره من الاشياء الحلوه اللي معنا اللي هو الجراف هو بيجيب قد ايش بتطلع معاه انا لو باين هي مشكله حدا فلان شارك الترشيح اقل من هذا 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 قد ايش ممكن يساهم في الكورس انا مو بكي دقيق يعني انا ممكن اقعد ساعتين عم فكر اكتب فيها سطرين ممكن واحد ثاني يقعد يكتب كلام يكتب كود بسيط بياخذ هيك حجم الكورس تقريبا ماشي حاله ولكن ما كثير دقيق بالنهاية شغلة يطلع لك كذا أفضل من كذا طبعا أكيد وصل ولا حجم العالمين أفكار الطابقة كيف تشتغل كاب تصل تكون فيها بسرعة يعني استخدم جيت هاب نقول ده جيت هاب تكون دائم على جيت هاب بعد ما صار بعد ما يعني هو جيت هاب موجود مثلاً بس لما تصير جيت هاب دون دائم على جيت هاب حتى في الكولابريشن موجود حتى فيسبوك على فكره بدون بعض المكاتب مفتوحه في له حساب فيسبوك شوفوا له حساب بدون بعض عدد المكاتب مفتوحه في علاقه بدراسه في علاقه بالتدريس الاثنين بيشارك فيهم عدد مشاركات هذا الشيء فعلا مهم توضح قديش بيدخل اوبن سورس بزنس ما اوبن سورس عن خير وشكرا انه حيشتغل بلاش وكرمال العلم كرمال ما بعرف شو لا 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 انا شفت بشركة ثانية احنا الاثنين نطور نفس الأداة احنا الاثنين نحتاج ليش انا وصلت مبرمجين يشتغلوا لحالهم شكرا على الرحمن الباب وهم يشتغلوا لحالهم شكرا على الرحمن الباب وبالنهاية يعني عم تيجي تكون تطبيقات الجهود عم تصير هون وهون كان ممكن يشتغلوا سوا يطلعوا شيء احسن بكثير يعني في عالم كثير سهل ما اس كيو اي تبع فيسبوك عالم خلص شغل مثلا شغلين مع حالهم ما أصلاً
نرجع في الأكل تاني معنا هلا تهلا فيديو مثلا نعرف شو هو الكومنت نعرف من إيجاد بشكل عام تمام لذلك هلا المصطلحات تبع الفيديو حتكون مخلوقة نوعا ما أكيد هلا people using him are definitely changing the world. And what we're doing is we're providing the tools and the platform for them to make their ideas real. There aren't different types of companies anymore. There are just software companies. If we do our jobs correctly, GitHub will certainly be a part of that. Anyone that's ever used Wikipedia is familiar with version control. And the way we use it with Git at GitHub is we take that exact same model and we apply it to source code. GitHub was meant to make Git easy enough to use that anyone could use it. If you use the tools the same way that we do, you can really unlock the next level of working together better. In the early days, it was about removing friction from the software development process, and now it's about how can we imagine a better process and how can we get everybody there. We intended GitHub to be used for software, but these tools, these collaborative platforms, you can use it for all sorts of stuff. Many, many different professions are all collaborating around something. Using everything that we've learned should lend itself to helping other professions work better together. I think GitHub's making it easier for people to work remote. I think working remotely is the future of business. We realized that it could be a big thing. It could be a big deal. It could solve a real problem people had. It was sort of this meeting of the minds that allowed us to form the foundation of GitHub. And the rest is history, so to speak. As someone that works at GitHub, it's crazy just to see the amount of ideas, the amount of momentum, the amount of excitement going on all over the world right now by people that are building software. We keep growing and it continuously gets bigger and more interesting. The way that we remain hungry is to continue on the mission that we started 5 years ago. Let's just build this incredible collaboration platform. It's constantly being inspired and excited about what we're working on that will allow us to carry forward for years and decades to come. وعم هذا بس هيك عم يكون يعني سهولة استخدام مش مقارنة غيره عم يحكوا عن بعض من شايفين كيف الجرافيك لايف المقاطع كانت كبيرة وصغيرة غير قديش حجم كومنتس على مدار الأسبوع إنه يوم الاثنين كنت كثير يوم الأحد أقل وكذا هو كمان هو النهاية هم بدون سوفتوير ولكن هو النهاية ما وصل لدرجة التعامل فهو العالم كثير أغلاط ثانية غير سوفتوير jQuery moved over to GitHub 2.5 years ago. Primarily, we did it because it allows much better collaboration with the community. Since we moved to GitHub, we've always had our code in GitHub. And that's been the case for jQuery, jQuery UI, jQuery Mobile, QUnit, Sizzle, those are our code projects today. As we learned more about how Git worked and the branching model, the features of GitHub became more obvious. The ability to comment on commits, push branches, see visual diffs, navigate through history really easily. Being able to do pull requests, there's no doing anything without that. You can actually click edit. There's an edit button right on the page as you're viewing a page, a source code file. The issue tracking system is really flexible. It's really a great to-do, a distributed to-do list. And the social aspects of actually collaborating with people made all the difference. We're moving to not only doing code on GitHub, but doing content on GitHub. We want to make sure that you don't have to be a member of the jQuery team to contribute a change. We don't just want people working on jQuery core and jQuery UI code. We want people able to help us with the website and help us with the content on the website. GitHub provides tools on top of Git that really allow us to interact with the community and let them help us develop jQuery. على PC مو PC تبعها
الطريقة شلون؟ ما يلوز إيه بغيهم تحت الأونلاين تحت الملأ الأونلاين تعطوا مباشرة خلص عدد سعر عدد مثلا خلص كبرة طيقون عدد لك ملأ سحب تمام؟ كنت على الطريق على الكتابة على أي شيء تمام؟ أبقى أداة أداة رائعة على الكولابريشن لكن ما كان في داعي يكون الشخص من فريق جيكوري تدري يعمل اسهامات بطنه من ضمن الجيكوري وهو النهاية شغلنا هي المؤسسة اللي عم تكتب الكود ودول في حالة البنات ما احنا عن طريق الجيت هاب الروتين اللي كان ممكن يصير تبع ما انت شخص مؤهل توقفه تكتب جيكوري ولا لا وكذا لبلش تطبق وتخليك تكتب الاشخاص رح تختلف كل الحواجز تفوت دغري تاخذ نسخه تعدل الاعداد اللي هي طريقتها منيحه وتقترح بعدها انت هون تخترع عليك كل شيء زي ما بدون ما يسالك ولا شيء ولا يقول لك بدك منك شيء فات برضه او عسل ولا تعطيني منيح ما عليك انت تكون منيح ولا لا بتقبله عندك شغل جديد يعني تعطيني شيء قد يكون تحسين او قد يكون تذكير لبرج معين صح لخطا معين تمام؟ هذا الشيء كثير بوظف على الفكرة، كثير بيقلل من عمل يعني مثلا محل بوظف موظف كمان يحط لك هذا الباب بدون فكرة حياة عندك بالشركة توصف كل الوقت بتعرف كمان شغلة صغيرة أو تخسر أي شغلة، أي شغلة هي بدناها بس مو واحدة زي الموظف فلما تكون مشروع أوبن سورس تلتحم أنت وجماهير تبعاتك أنت والعالم عم تشتغل كود عم تشتغل كود بناء على كود تبعاتك مثلا احنا هلا تجوا الدرافرز احنا جمهور تبعات جيكوري تمام؟ يعني تكون جيكوري عم تفتح مصدر مش مشكلة انت مباشرة بتروح تحل ليش؟ انه بزنس تبعك لا بتحل المشكلة بتروح بتحل المشكلة الا ولا غيرها بترجع تمام؟ كثير احنا في اشياء بايخة توقف مشاريع بس بيعرفوها ناس معينين بفكروا خبرة معينة ما لهم قدرة على حدا معين بسبب ما مرت عليه قبل مرة أو موضوع مثلا على سبيل المثال في نكتة مثلا مشاريع قديمة أوبن سورس من زمان كل الفكرة كأنك تاخذها عن شغلة مرتبة كثير مشروع أوبن سورس بتحكي لك مشروع أوبن سورس إي أنا داخل على موقع عايش حياته ألوان مبهدلة ما في وثيقة مني توثيق تبعه مو كامل مليان أخطاء هلا نظرة فلسة أولوية جد كان في بعض في كثير مشاريع أوبن سورس من زمان هيك فعلا أوبن سورس كثير رايح على البالي لما أروح أشتري من محل مرة قدرات هيك صار لأنه كيف الدخول إنك تقدر تساعد كبيرة حاليا لو افترضنا مثلا أنا لو افترضنا أنا ميزان ماشي وانا كيف هيك متى صرنا كثير كل بفضل بس انا اعمل فورك ويب سايت تبعهم بكون حاطين كود ويب سايت من على جيت هاب ظبطنا الالوان برفع هم اكيد حيقبلوني ان شاء الله كثير مثير ممتاز هذا جاي لنا اكثر كثير فممكن لو كنا ورا مخطط عملناها لو ممكن الوالد ما كثير من النهايه قد يكون شكل هو الانسان هون الشيء اللي صار انه انا جبت العوائق لما رحت العوائق عدد اكبر من العالم ممكن شاف لما كان العالم فقط اللي كثير مهووسين بالتقنيه واللي كثير بيعرفوا الشغلات صاروا مع قرار معقد يتلاقوا معها بسرعه كانوا يشاروا شاركوا عندي صار ممكن كل العالم عادي مو يشاروا مؤرخ العالم بأنه
لانه الكلام ليش الكلام نفسه اكثر من مركزه يعني فهون في ميزه اسمها كيف تفضل اذا انت لا اسمك اعتباري بيجمع انت والتيم تبعك قبل ايش في حساب كومباني معقول اورجنايزيشن مثل اورجنايزيشن تمام ممكن يعطيك شيء كومباني تيم ايش تمام فيك تقول له عندك تيمز انه هذا الفريق شغل كذا فريق كذا فريق كذا في فريق خليه يشوف ريبورت فيه معين تمام ممكن يكون مشروع على اكثر من صدع خذ مشروع مثلا ويب ماشي ممكن يكون مثلا صدع بالويب صدع موبايل اب الموبايل اب تبعه تمام كمان فريقين فريق عنده اكسس ريد على كل شيء ورايت فقط على الموبايل اب وفريق عنده اكسس ريد على كل شيء ورايت فقط على الويب اب تمام هون تاخذ مشاكل مع هذا النزاع كله هذا هو فقط الوحيد الكواليفايد اللي عنده اكسس من الداتا الميزة الثانية هي الـ GitHub Pages. هلا بصراحة هي إذا بنحكي عنها هي بتطور هي هي مشكلة شغلة بعيدة. أنت عندك أورجنايزيشن أو مشروع أو مشروع حتى مشروع مسودة كود. فيك تكتب مسودة كود ثاني باسم مرتبط فيك. عم بتكون لها صفحة غير على GitHub. صفحة HTML. تمام؟ فيها بشكل كده بتعمل. بتحط الواجهة تبع السعر كثير عالم. بتكتب فيها documentation, getting started, صفحات الرئيسية تبعت المكاتب مثل ما شايفينهم مثلا ماي بروجكت كذا بلا 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 مثلا في بادئ شغالي انت بحاجة لشغل انت هي انا عارف بس تطفي تطغي تيم معين على الشغل تبعك تمام فمباشرة بتعمل انت مسوقع كود ثاني باسم مرتبط فيه بصير خلص عدينا مسوقع بعدها الشكل هذا الشكل شو بتقول مثلا اسم المسوقع بس بيتهاب .io تمام؟ هلا هيدا يلعب معك هلا هلا بكون كتابني كشوي طيب هيدا اخي كمان العالم تكرر بالوقت الصفحة تبعها مع مظلمة ما عمل هوستنج ما راح اشترى دومين ولا عمل شيء لان المشروع تبع نفسه كان شغال على جيت هاب تمام؟ شفنا ميزة بيجز وكوده كله كان كلاين سايد ما في سيرفر سايد كان في فقط كوده جافا سكريبت وزي قصص و اتش تي ام ال 5 تمام خلص صار عندنا صفحه هي كول هي هيك كان اسم الشخص دوت جيت هاب دوت اي او سلاش اسم الريبوزيتوري تبعك خلص هي صفحه مرتبطه مع هذا المشروع بشكل مباشر هلا اي شغله كثير سهلت الاستخدامات الثانيه لجيت ولجيت هاب لما بفكر انه في عندنا استخدامات حكوميه احنا من حكومه معينه مثل كان مكتب الاسد الولايات المتحده عم يحاول يحط الداتا على الجيت هاب وعاملين مشروع اسمه اوبن داتا او شيء هلا بتشوفه كيف عاملين بالنهايه هن اكيد ما حتقدروا عنها بس تشوف الداتا من خلال الجيت هاب ممكن عم تشوف الجيت هاب وثاني دور الملفات بالنهايه عاملين طريقه لتصدير المعلومات هي طريقه انشاء من خلال بيجز عم يفرش تمام بالنهاية انت عدد عدد الناس اللي قلب المحتوى موجود على الصوت راح تنكت عليها صح بالنهاية دائما في منظر شكر العالم اللي ما بدست على جيت هاب ابدا احنا يمكن هون موجود معنا كمان تبين الاهداف هون العنوان شو هو؟ بروجكت اوبن داتا جيت هاب اي او تمام بعدين حاطين واجهه الدنيا وجهة رسمية بتيجي رنة الدنيا تمام محتوى جاي من مصدع موجود معه يمكن هذا نفس المصدع عزمين مثال أحد هذا اللي كان موجود فيه مثلا هون كان كانوا رؤساء كمان كل شيء هاي الدول في واشنطن هاي على فكرة هاي من شو هالإكس إن إل شو هالمليف شو هالبس بدون بواسطة فيرست نايم جورج لاس مارتن بايك كذا 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 من عين كان تركت المهمة الأولى من فورم عين ثلاثة تمام لكن أخذ الكتابة على الطريقة التالية هذا الريبوست في الكتابة تبع باي براكس تمام مربوط كمان بي بوغر كمان كمان تبع
هلا جينا على هي الفكره اللي اجتمعنا حكينا عليها على السريع الفوق قلنا هلا انه انا بالنهايه ببساطه رح اجيب الكود تبع الزلمه المستودع استنسخه حطه عندي ممكن انا اعتقد رجع ممكن انا اعتقد ورجع الشخص رجع يترك عبيرات هلا هون اللي ما بفهم بين القصه هون الخط الاسود هو الشخص صاحب الريبورت تمام هون الشخص سحب منه على الخط عمل هون كلون اذا اول مره راحوا فيتش ويصير كلون انه هلا ببلش هلا اي لاين بدل عمل فيتش سحب تعديلات من عند الزلمه تمام عمل هون تعديل كومنت ورجع لما مع صاحب التوفي الاساسي تمام فكره تعمل فرق هلا بعدين بيطلب انه هو يرجع يسجل لك يعني هذا الشيء هون خلينا نشوفه نحن اون لاين لانه كثير كثير اوضح هنا هي النقطة اللي هون قلت لك الشخص اسمه غريب عليك المهم لأنه هذا بقى عندك بلاش ماشي هو عمل التحليل هو سحب من عندهم وطلع مكان كومنت صاحب تبع صاحب الريبورت الأساسي اللي هي مثلا كان اسمها ريسولف ميرج كومبلكس هو انا طلع متاكد من الميرج اللي قبل منه دمج اللي كان صاير نفس الشخص قبل منه تمام عمل هون تعديل تبعه بعد كده مين اللي دمج؟ الشخص صاحب ريبوست هذا كريس ماكورد هو صاحب ريبوست دمج من خلال كومنت يعني حتى عمليه الدمج هي كمان كومنت تمام هو بالنهايه يكون عمل كل ريكوست طرح عليه بعد ما هو كان واصل عن هون بعدين اجى هذا الابن وبعملية قبوله اندمج التعديلات مثل ما شايفين مكتوب عليها مير كل ريكوست شارب 110 شو يعني هذا التعديل هذا كان مرتبط بطلب السحب رقم 110 يعني هو كان الشخص اللي عدل التعديل الجديد طلب منه يسحب تمام بناء عليه صارت العملية، إذا كبسنا عليه نشوف هي العملية مضبوط، دليت ما عاد في ماذا؟ احنا نحط في مثال مكتوب تمام هو الاحرى مو لحسن الحظ هو احنا متعودين على الحركات تبع ماكينات رح احفظهم عندي هي مثال مثال هيك عملوا مع شخص انا عدلت تعديل صلحت مشكله رحت اقترحت عليه انه يقبل تعديلات خاصه مش قادر نحط في هذا الكيس انه تنسي missing partial problem خطا معي صلحته تمام طلع هذا الخطأ وشفنا من السبب جاي من هذا الخطأ من مشروع آخر كمان اوبن سورس وبناء على الحل الموجود لهذا السؤال ضفنا اي ريكورد عم يشيلها مثلا تمام هو رح يقرا رح يفهم شو في بيتاكد من الكورس شغال ما شغال بيرجع شغل التستنج عنده شغال كل شيء بيقبل بخف السير تمام هي العمليه كلها هي اللي صارت هي كومنت كمان هو اي هذا اي هون هيك كومنت غير الاختراع عملية دمج التعديلات هي كمان من عملية التعديلات تبعات هي كمان فممكن اعمل اكثر من كمان بعدين ممكن تعطي دمجهم كلها مش كمان
من الأشخاص اللي مشاركين هاي المحادثة. كثير في أشياء في أحيانا بتصير نقاش كثير كبير جماعي تلاقيك عندك 30 شخص مشتركين، كلهم عندهم مشاكل بنفس المشكلة. كلهم عندهم مشكلة معينة بحاولوا يحلوها، كل واحد بيروح بيجيب حلول ويجيب حلول ويجيب حل ويلاقوا يلاقوا حل ويتركوه هذا المكان أو يحاولوا يصرفوه بجد لمحله. تمام؟ طيب بناء على هي الشيء اللي شفته يفترض انه حدا يجبر ويسألني سؤال انه شو هو الجابرة صلحه لان سرعة رعا لا بالنهاية هالشهر بنحزة يعني هو صدرين فوق اسمهم عم بيقولوا كلفوني ولا شغل بكل يوم تتعرف المشكلة تتعرف الحل تبعها كيف دول صدرين مستاكي اللي انا بدون ما شكلهم يعني تمام كلفوك شو الحلقة شو رجل دول مشكلة الشهر هل عبد الدور؟ أنت بالأصل تستخدم الرامز ومع كارش مش في هالمكتبة اللي أنت عم تستخدمها فبالأصل هنا لازم يصرف لك إياها رح تفضي حد مشكلة عندها بس أنا مو فاضي يصرف لك إياها أنا رح يصرف لك تمام ماشي ما بصرف هذا إذا عندي معك إذا عندي معك في مشكلة تمام أنا شغلي وقت تمام على سبيل المثال هذا كان مسؤول عن تحديث صفحة فيسبوكية يعني لما أنت تحط لايك يطلعك من غير لايك جديد مثلا فهذا الشيء كان متعطي الوقت كل عام تحط مبحث نقاش ما بدي اتمنى بدي اخطا اكثر من 3 ايام يعني بغير الوقت فمضطر اخطا تقريبا هيك عم تصير بس انه العالم كلياتها مشتركه بالاهتمام نفس المستودع نفس الكور تمام فهنا حتما مضطرين يواجهوا مشاكل حتما رح يجي العالم بيساعدوك إذا كنت عم تسوي شيء مفيد أساساً المهم إنه مثل ما أنت وقفت عن التطوير هذا المستوى تبعك شغله كله وقت حتى في دوامة ثانية اللي صار فيها إنه واحد مش مشروع ما عاد فاضي يشتغل عليه وقف تمام اللي صار من غير يعمل فور حتى ما صار المشروع كتب بالريدمي تبعه إنه المشروع انتقل إلى الرابط الثاني واستمر بدون ما يطلع شخص ثاني شو والله دبر لانه مو واحد مشروع ثاني فكر عليه اذا ما صار هو من هنا خسر فانكشناليتي معينه مشروع تمام هذا اللي بصير عن شركاتك بتشتغل مع بعض بتشتغل مع بعض بشغل شيء او بزنس ورس طيب مش معنى ليش الحظ ليش مضر هو كان موجود في قلب الحظ بس الموضوع كان هو أصعب بكثير تقنيا يعني أنا مسألي كان ممكن أقول بلا وجع على الراس على كذا كان ممكن لاقي مكتبة ثانية وقطع القمر إذا كان الموضوع كثير مزعج لحتى أقدر بس أحكي معه لو زلمة أقول له فهم مشكلتي وأقدر أدفع كل اللي عندي وما قبل شو كان يصير؟ خلال الإيميل ومجموعات فريدية جوجل جروب نعم حتى الكود كان محمل الفارس في الإيميل يعني إذا شفوا الفارس في الإيميل بدي أطلع شلون لينوس روبرتس مدير عملية سحب المساهمات من الناس بلينوكس بيكتب من هذا الايميل ايميل معه مرفقات يلا ديسباتش هو بيعمل له ريفيو وبيطلب من جيت انه بنواجه هذا الديسباتش بجيميل قلب الصلاة تبعي هي العملية كلها عملها جيت هاب عملية اجتماعية تعال شو بدك عملت يجب لك انك عملت شيء هذا الكلام اللي حواليك التفسير تبعك بعدين ممكن مشارك كذا شخص تبعك تمام؟ وتتفاعل افضل والبريفيكيشنز انه فلان رد عليك فلان رد عليك هي الاشياء اللي كنا قاعدين كيف كمان قاعدين موجوده اكثر بالجيت هاب طيب هلا كشخص من انت بتعمل جيت هاب هلا اول شغله انه حاليا اي شخص منا موجودين اذا ما عنده حساب على جيت هاب اعذروني افترض هذا الزمن بعتبرها كخدمة هيك هي نقطة مثلا هلا صرت ما عم بتتابع على فيسبوك مثلا ما هو هلا ما عندك حساب على فيسبوك عملت بروح فيسبوك مثلا لاخذ العشرة تمام هلا لا مبرمجين اكيد انه مبرمجين مبرمجين ما عندك حساب على جيت هاب مشكلة اذا شغال الأحضار بكنا سنعمل مدير مكان ما
بعتقول في ناس يجي واحد عنده خبرة جيت هاب واحد ما عنده خبرة جيت هاب حد ثمان اللي عنده خبرة هو اللي لو يجي وبيجي عطاك أي شخص عطاك تمام؟ إيه كثير شيء مهم يكون في عندك خبرة جيت هاب إنه صار كل شيء له علاقة بالمبرمجين مبني عليه حتى صار فيه مثل فيسبوك أبس يعني ممكن تعطي جيت هاب أبس كثير تعمل لوجين باي جيت هاب على سبيل المثال في لعبة برمجة روبوتات لعبة برمجة فيها كود عشان تقاتل الروبوت تبعك مع الروبوت الثاني اللعبة كلها مية على جيت هاب كود واحد تكتب لعبة شبكة مجلس هي بلاش واحد بلاش لعبة صورة على جيت هاب كود واحد شخصين على جيت هو شلون بدي انشئ ليست باسمه تعطيه صلاحيات مثل مثل الفيسبوك اب تعمل لوجين على جيت هاب اسمح له يوصل الريكورد فيس تبعاتك ما انا عليك كيف بدك تلعب هاي اللعبه كل شيء حيوي بالبرمجه والمودرن هلا على جد حتما اذا شغلت اي مشروع مثلا قريب من افكار مثلا ريلز او نود جي اس او حتى بالنايتر مثلا حتلاقوا اشياء بحاجه لتصليح اشياء بحاجه انك تقدر تعطي عليها شوي لا انت قلت انه مثلا على سبيل المثال هي اللعبه انه بتعدي حسب الكود بتكتبه الروبوتين انه مثلا تقتل تمام تمام هلا هي شو لغه البرمجه اللي بتكتب فيها؟ هلا هي حسب ما شفت انا هي جافا سكريبت جافا سكريبت تمام يعني مو شيء مو سامعهم فيه ايه تمام هي الفكره وين؟ النقطة اللي حكينا عنها بجيت هاب انه انت بغض النظر عن البرمجه بتقدر تتعلم شلون جيت رح يرفع على السيرفر رح يرجع يسحب هذا شيء طبعا في سينتاكس له تمام يعني هون رح تفتح التيرمينال بدي افتح معنا التيرمينال فاهم معكم بكتب مثلا تايمان مثل مثلا جيت ستاتس مثلا عشان حيقول لك مثلا شو الحاله اذا ما في جيت ريبورت عشان تبدي مثلا هي هذا سينتاكس كمان بدك تتعلم تمام هذا اللي ممكن يكون صعب لو كان جيت صعب تمام هيك نقطة تبعك ولا تبتدي مدام عليك؟ لا أنا نعم شو اسمك تعبك؟ طيب كل شيء شبكات توظيف الكاريكس تو شبكة توظيف التبع والمرفقة تاكو بابلو لينكدين صار فيها مباشرة انك تربط خبر تفهم تقلب خبر بعد لينكدين او الكاريكس وظيفة مشاريع عبدالله من مباشرة وظيفة مشاريع عبدالله وقال 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 أعطاني أسبوع شيء أقل شخص ثاني بعد منه كانوا اثنين قدام من بعض بعدين الاثنين خفوا نشاطه بعدين دخل معهم واحد ثالث أصغر كتب كمان معه شيء كود وهكذا فيك تراكب حتى أنت كشخص عميل شوف شلون أداء الفريق مين يشتغل أكثر وأقل ممكن تستنتج معلومات فيه مفيدة إنه ليش تأثير فروق معين عليهم أو تاسكات تتوقع شخص يشتغلها بطريقة أو شخص أنسب إلها أن يشتغلها أو لا تقوم تعطيك تراك تشوف بعد ما هذا التاسك هذا دائما يخف إن شاء الله صار ما لو تشتغل مثلا زي المثال صار مثلا أخذ وقت أكثر أجل طلع معنا يقدر تكون بعدين مثلا بشكل عام يكون هذا من أحد الأدلة أنك شغلة منيح مشروع تراك ممكن تحطها على كلمتين عام تحكوا حتشوف هذا الجراف شو بضل يفهم شو الشغله اللي كنت فعلا نشيط ولا لا ولا كنت عم تكتب كود كثير فتره من قريبه وبعدين بطلت بين ما لا تقييم على اي اساس يعني حجم الكود ولا عدد الفوركات مع عدد عدد الكومنتس لو كان عدد الاسطر اللي زدتها زائد عدد الاسطر الشيء لذلك بيكون كثير تقريبي لانه النهايه الاسطر ما لها معنى عدد الاسطر اللي سحبتهم اللي رفعتهم ورجعتهم لا اللي عدلتها ف
تمام؟ انت بتسحب كيف بتبع فيها كل هذا ما نحصل لك تمام؟ ما كان عندك دور بالفول حتى لا تعمل هيش انه تكون تكون في رياضة كذا زين كذا كل زين معه بدون كل ما الفول اشاره من دقيقه من بيت هلا الميرج على البرنامج الاساسي على النسخه الاساسيه مين له صلاحيات يعمل اضافه لهم؟ النسخه الاساسيه هون شوف صلاحيات هون بيها شايف هون؟ هلا كل ريكوست ماشي؟ انا كنت قاعد فاتح كل ريكوست في شخص من هذا الكيس مكور مثلا هو اللي انسالني هو اللي بعده هون زاد اسمه ابروف وزاد اسمه ابلاي او شيء فقط صاحب الريبوستري او شخص معين هو احد المتابعين الاساسيين بالريبوستري بيقدر يقبل مع التعديلات تمام؟ بناء على جيت هاب باسمك بيعمل ميرج تمام؟ باسم اللي قبل التعديل ولا يقبل التعديل الميرج اسمه يقبل التعديل في النهايه انا بقول لك هذول الكومنت بعدين ثاني مره اللي شفتوها احنا هلا هون هذا التعديل هذا الميرج بدنا موجودين لسه تمام هذا ما رأيتي عملية روتينية ما تستمش الأسطر اللي بنزاده فيه بيشار واحد حتى بزحله تمام شو بديش بيعمل هذا؟ 10 دقائق هون في سؤال قلنا في كلمة هذه 10 دقائق عن مصدر مفتوح عم بحكي هيك كل الحكي اللي عم بحكي عنه العالم قدران تشوف الكود تبعكم انا ليش افتح مصدر؟ هو شغله الموضوع هون كنت متخيلين وبالاخر اكيد رح تغير خلص ما حكينا عنه من قبل كان ما شو يقول مصدر مفتوح هو الانتقاد التجاري هو الانتقاد شو بدي فيها شغله؟ هاي يلا حدا بيفتح بيكتب كود اكيد بطلع خليصه لا ما بتعرف يكون هو قدر يكون انت اداه صاحب ريبوستري سمحت له اكتب الاسم ان هو يبي يشتغل معك او اعمل لك كل ريبوستري وانت واقف موضوع كثير يطلع لك قوانين موضوع مو انه خلص اي حدا بده يفتح هذا لا فقط الريد اكسس مكتوب لك تقدر تشوف في حال كان مصاحبه حتى مصدر فاكيد الشيء رح يزيد شهر يعني انت مشروع مغلق حاجه اللي كان بين الماركتينج كمان تعب هلا اليومين بس اوبن سورس العالم كمان كل جزء اوبن سورس نعطيك اياه تمام ازاي تمام الاضافه انك انت رح تستثمر المجتمع اللي حواليك مثل ما حكينا اذا كنت انت اساسا عم تقدم شيء لناس مطورين ثانيين فعلا تستفيد منهم من اجباري صاروا من البيت انا قدمت لك اول مره خدمه رائعه جدا 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 هن صاروا هلا مستخدمين الكود تبعك المكتبه تبعك بعد منها ولو كانت حركه مو غريبه بس مالك مختار ساعتها كمان نفس الكواليتي الرائعه لما صار الوقت انت اساسا ما انت وكمان يعني انت ليش عم تعمل لانه كنت اعتبرها تطبيق تبعك ان عندك تطبيق معين كلوز سورس وعندك ما شو بدك تعمل ورحت عملت اوبن ترى ما غيرت لك انا قلت لكم صار بناء احسن ما تبيع لك على قلت لك احنا شغال لك على تمام فهون خليكم كلياتنا نتشارك احسن ما انا بسبب حالي دراستي مثل ساعتها انا اذا صار معي اي ظرف وما عاد معي وقت في غير يصير محل لانه هن من هاي مثل من قبل كلياتهم متورطين مع هي المكتبه بلشوا بنوا عليها مو بسهولة يقدر واحد يشيل مكتبة مثلا على كل ثانية ومو تمشي بياع موضوع مو ليك لأي حالة خاصة كمان في شغلة إنه مو يعني إذا أنا شخص من جماعة ثقافتي مفضل مفتوح يعني خلاص وقفت هيك والله العظيم رح أفتح الكود دايما لا 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 ممكن تفتح الكود مرة تذكر مرة مصلحتك في النهاية هي اللي تمام؟ احيانا يكون اغلاق الكود من احد الاشياء اللي ممكن تحمي ثقافتك في مصدر مفتوح. انك انت تحمي حالك الاول حتى تقدر تعرف تنفذ اهدافك، انت اذا اهدافك كانت تروح مصدر مفتوح. ورحت فتحت مصدر بوقت ما كان لازم تفتح فيه.
ويقع على حاله فرص معينة حدا سرع لها جيب طريقة ما ما كنت قادر انك تشيد منظر من تونس ولم شدت مشروع يظهر نفسه ما نفسه هلاب دخل هذا كله منظر مفتوح بيتها بعد كده بطيء بريكوست مجانية إذا كانت مفتوحة مدفوعة إذا كانت مسكرة وما ذلك هو سكر هي بدائل له نفس المهمة إنه مسكر طب يعني معقول حتى نور بطار لا عادي شو كان صار لو كان مفتوح كان ثاني أسبوع واحد عمل ديبلويمنت تمام ممكن تكون قانونية اللي هو ما بدأ يصير ليسانس مفتوح وحطت ام اي تي ليسانس خلص انتهى الموضوع ده واحد بس خلينا نحط السكيل كل شيء ليجا ممكن مشكلة كان واحد من الصين فلو كنت شغل احنا واحد منهم مسؤول لان علينا عقوبات واحد طلع علينا اساسا ما شوف كابينا مثلا على زبايا المجتمع الدولي فخلص انا بيجي بسحب كود جيت هاب بعمل هوستين ثاني ماشي برفع على البرنامج الاسبوع يلا روح هلا في جيت هاب انا باخذ الاربع وفي مفكر ما بدي اسحب مو دائما الموضوع كثير يكون انه خلص دعم كان موضوع فرق انه ممتاز وتفيد بكل العالم لسه مظبوط قديش اللي بتفيد العالم بتشارك معك؟ في عالم بتشارك معك اساسا ولا لا؟ شو فرق كثير؟ تكتب البزنس تبعك ولا لا؟ حتى لو كان عمل نون بروفيت بالنهايه في بزنس معين لازم يكون موجود تحت تركز انك عمل نون بروفيت واقف على رجليك يعني موزيلا مستفيدين من النهايه في انجن بيسموه أكثر من مفتاح في كثير أشياء تعتمد عليها، ما تقدر تلاقي مفتاح غريبة عجيبة في النهاية من جوا هي موزيلا. تمام؟ في عدة أشياء احنا قادرين نستفيد منها. بعض الأحيان مثلا بتكون ممكن تعرف إن أنت أكثر شخص ممكن يشتغل بالكثرة. فأي جهة معينة حبت تستخدم البرمجة تبعك ما حتلاقي أحسن منك بوظفه كبيرة. هون تعتقد فيك تفتح مثلا بريعة. نهاية شرح من الحلول شو بيكون في لعبة نفسية إنه أنا كشركة جيت مصدر مفتوح ليش؟ لأنه أوفر ما حد تعرف المشكلة في النهاية أنت رح تيجي أنت توظف عنده أو رح تبعتنا تكنيكال تيم سبورت يعني سبورت تكنيكال سبورت تيم يشتغل عنده أنت مالي كيف لما يجي ويطلع في الباص يعمل لها كستمايزيشن الكستمايزيشن في أول شيء بتوع الأخير ولكن أنت تسوي وتصير في النهاية تطبيق رايح الناس النهائيين المهتمين النهائيين كثير بده يشتغل ليصير جاهز مو حيلا حدا بدي اعطيك كرة يعني نقطة إيجابية مو حيلا حدا بدي اعطيك كرة قادر انه يطلعه بسهولة ل يخدم عند رفع السيف ثالثة أكثر شخص مرشح أو مؤسسة أو جمع هي أكثر شخص أكثر كيان مرشح فيه وحديدة تتغلب على غيرك اقتصاديا يعني إذا افترضنا أنا مثلا ملك المكتبة مثلا ماشي وجا واحد بيخدم ما هي نقطة تطبيق المنطقي هلا هو هذا يستخدمها حجيب موظف السباق بين مني مني انا والموظف الموظف عم يكتب تعلم الاول وانا كتبت كوستمايزيشن انا شو يعني؟ كتبت كوستمايزيشن انا قادر اقدم عرض رخص منه اكيد تمام؟ وعم تجيب تطبيقات كل الاحتمالات في احتمالات تبع من دول ثانيه تشتري ببلاش مو قصه قصه اللي ما عندهم تشتروا ببلاش اسعار دقيقه ما عندهم ودرس امريكا حتى سوريين مثل ما حكينا كمان من نهاية العمل الرئيس ما انت شو بتشوف فيها بتدرس الموضوع تبعك بنص موضوع انا بفيد من تحت موضوع لا نهاية المخاطر وهي صفات معينة ناتجة عن بزنس تمام ناتجة عن محبة لنشر عن كذا كذا ولكن كمان ناتجة عن بزنس مو شغلة فقط هيك تبع انا بحب انشر الكود مشان معي اكسس ودائما هيك بس هلا هون اعتقد انه استهلكت هذا السايت حكيت له كلهم غير يعني احنا ممكن جينا نشوف الشغلات اللي احنا شارع الجيت هاب شارع واحد كثير حتى العالم صار تقدر تشارك بسهوله هذا الشيء اللي خلى المشاركه الضيعه والازدياد للناس اللي هي الاوبن سورس الفتره الاخيره اساس جيت هاب انه هو عملها شغله ستايلش الاول ولا ما كان فيها المله وعرفت فاي شخص بيقدر يكون كثير دي فظيع جدا معنا كل ده سهولة دلو بشكل عام قدم تكون يوزر فريندلي لدرجة انه خلص ممكن المستخدمين اللي بعتك نفسهم يشاركوا معك بالكود ما في داعي يكون جماعة كثير مختصين نفس الشيء اشتغل نشأت على جيت
من احد الامثله اللي ممكن تكون كثير حلوه عن اللغه هي غير بناء هي لغه فانكشنال او هي مالتيبل لانجوج هي فانكشنال ف طريقه بناء المكاتب عليها مكاتب تسمى موديولز طريقه ممكن بسيطه هي تكتب طريقه غير مركزيه بس ما لي بسيط مقدم خلاص ترجع قيمة معينة مثل الإشارة من جي إس من ميدل وير الإشارة من جي إس لا شايفة على الأقل تمام هي ميدل ويرز خلاص ميدل ويرز كلها نفس الشيء نفس الكتابة هي كم هائل كونتريبيوشن ممكن يصير من دون أدنى معرفة بالكود ككل يعني مشروع بعرف مش بس فكرة بنية ميدل وير تبعهم هذا شلون ممكن يمضيك خدمة جديدة عليه تمام استوضوها هيك لتسهيل انه هون في ليك زر جديد تمام؟ بدي اقول بقطع الكود وبحدد هذا الزر اذا كبر شو بده يصير فيه. هل انت بتقطع على كل شيء؟ لا. بدك تدرس بس شلون كثير بدي اقول وتقوم تخلص. كثير صار في حركه العالم كلها صار الواحد بده يطلع افكاره بسرعه. هو كل ملف واحد فيه بكون شوي شوي تقدر شوي تقدر تكتب انه بدك يعني تعرف انشن وترجعه. خاصه تصير. ريس كمان لا ريس كمان حكينا عن الاسد الشيء اللي سوى لنا شوي اضافه اللي كنت اضيفها على شخص معين هي كانت اضافه لريس تمام الان مثلا ايه عندي تطبيق اللي هو اشتريت لك لايك دوت كوم فقط هو كلوز سورس مو اوبن سورس اسمه يا جماعه اوبن سورس ليش؟ انا بقول لك ريس اوبن سورس وبسكر شغلات عن الناس مثلا مثل شو سوى مثلا تعامل مع بحاول الاقي حلول مع غيري انا جيت عندكم هيك ما بدي اعرف انك مسكر سورس نفس الوقت كلها عم تتحرك ك اوبن سورس كمان اللي هو بصير فيك بقول لك انت محرك هذا هو الريس وعالم مهتمين عليه وشو اللي بتحاولوا تصلحوا مشاكل مكاتب وانتم شو المكاتب اللي جديده يعني الريس كثير من الكاتب اللي مثلا صارت فيها مثل انه ما تركوا شيء ما سووا واحد فكر انه يصير فيه على السريع طريقه يصير في كومنتس على اي كيان في الويب عندي مكتب اسمه اد از كومنتبل تضيف على الموديل تبعها خلص صار في عليه كومنتس واحد ثاني عم صار كان شغله اجتماعيه عمل اكت از لايك حطها وشيرها بين العالم هلا صاروا كثير عليهم كونتريبيوشن هائل كل العالم بدهم يعملوا شغله انا ممكن استخدمهم غيري وغيري 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 كلهم يحسنوا فيهم يحسنوا بدهم لدرجه ساعتها ما حدا يكتب الكود خلص كلياتهم استخدم الكود موجود ومتطور فيه من موجود من هو موجود ضمن كوميونيتي تبع ريس ولو دعمت لناس حوالي كثير كنت ما بضحك تعرف انه انا عندي مشكله تقني رد عليها انه هي مشكله صارت انه كذا 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 بجيب كيف رد عليها بقول لك